السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تلبوشو. الحقيقة الفترة اللي فاتت كده يعني انقطعنا شوية، كانت ما بين أجازة العيد وتجهيزات كده لعمل بعض الحلقات، منها حلقات في جزيرة بينانج. الناس اللي متابعة كده الصفحة على الفيسبوك احنا كنا نزلنا شوية حاجات كده عن جزيرة بينانج، وعملنا فيديو عن الجزيرة اللغز وهتعرفوا هي لغز ليه ان شاء الله في الحلقات او في الحلقة اللي هنزلها عن جزيرة بينانج. لكن فيديو النهاردة انا كنت عايز اعمله من بدري، لكن برضو دخلت العيد مع الانشغال ما قدرتش اعمله صراحة، وهو بخصوص مسألة غاية في الخطورة عن النصب. حد في ماليزيا كان راسلني وكان حتى كتب بوست على الفيسبوك انه اتنصب عليه في حوالي 20,000 رينجت، يعني تقريبا ما يقارب 4800 دولار او 5000 دولار، حاجة في الحدود دي يعني. فمبلغ كبير جدا اتنصب عليه بطريقة انا شايفها غاية في المكر، وبالرغم ان يعني الفترة اللي فاتت كان في عدد من اليوتيوبرز المعروفين زي اخونا احمد ابو زيد وكريم السيد كانوا حذروا من موضوع النصب ده، لدرجة ان احمد ابو زيد عمل في قناة الفلوجات بتاعته هاشتاج كده ما تتصلش بالبنك، وكان بيتكلم فيه عن تجارب سيئة جدا لموضوع سرقة فيزة الناس وسرقة فلوس الناس والحاجات دي. لكن دي التجربة اللي حكيها في الفيديو ديت هتكون جديدة شوية، لان هي برضو لسه واضح ان هم لسه بيستخدموها جديدة على الناس، وانا كنت فاكرها في ماليزيا بس. يعني لما حصلت مع الشاب دوت واتكلمت معاه وخدت معاه وديت في الكلام يعني افتكرتها في ماليزيا بس، لكن اتفاجئت ان واحد صديقي في مصر امبارح بيبعت لي بيسالني على الموضوع ده، فقلت يعني بص سبحان الله النصابين تحسهم كلهم شغالين عاملين يعني شبكة تواصل بينهم وبين بعضهم وبينصبوا بنفس الطريقة في كل مكان او بيعلموا بعض. فخلينا نحذر في الموضوع ده، ويا ريت تتابعوا لاخر الحلقه لان هتكلم عن نقطه مهمه جدا، ازاي تعرف اصلا الحاجه اللي جالك دي نصب ولا لا بغض النظر عن الطريقه، لانهم كل شويه بيعملوا تحديثات للطرق بتاعتهم والنصابين مكرين جدا زي ما كنا بنسمع في القصص واحنا صغيرين، فلازم تنتبهوا للنقطه دي. فاحنا في الاخر هنعرف الناس ازاي تتعرف اصلا عن الحاله دي نصب ولا لا. الشاب بمنتهى البساطه جات له رساله، وهي كانت بتجيلي على فكره لكن انا كنت بتجاهلها، جات له رساله بتقول له احنا شفنا البروفايل بتاعك على موقع جوب ستريت، وموقع جوب ستريت ده موقع بتاع توظيف في ماليزيا هنا، هيقابلوا بقى مواقع توظيف تانية في العالم عادي جدا، هيشيلوا الاسم ويحطوه، واحنا شركة اسمها بايت دانس بنعمل مقابلات مع الناس، والناس اللي بنعينهم بيعملوا مهمات بسيطة جدا وبيكسبوا فلوس، فانت وانت قاعد في البيت كده ما بتعملش حاجة ممكن تكسب فلوس. والجمل اللي بيقولوها دايما دي يعني بتبقى رنانة في ودان الناس اللي بتبقى نفسها تلاقي وظيفة اونلاين، ودايما تسمع عن كلام الشغل الاونلاين وترويج اليوتيوبرز اللي يقولك اكسب 1000 دولار وانت قاعد في البيت والكلام ده. فللاسف في ناس كتير اتحشت دماغهم بالفكرة دي، فبيجي لهم اي فرصه عين فبيقعوا بسهوله جدا فريسه للنصاب. فلما قال له الكلام ده هو طالب او هو او طالبه او واحد بيشتغل شغلانه على قده او بتاع، فبيسمع الكلام حلو الكلام، طب انا يا عم انترستد خدني معاك، فيبتدوا يبعتوا له حاجات بسيطه جدا، يقول له بص احنا هنطلب منك حاجه بسيطه، احنا هنديك شويه مواقع تخش على البوستات بتاعتها تعمل لايك، كل لايك بتعمله هتاخد قدامه 5 رينجت مثلا او لو بالمصري 5 جنيه، وبيقولوا له انك انت لو اشتغلت معانا كويس وبقيت واد حرك يعني وعندك 5000 ايد تعمل لايكات ممكن تعمل في اليوم الواحد 1000 رينجت مثلا او في اليوم الواحد 1000 جنيه. فطبعا الكلام يعني بيزغل عين اي حد، مفيش نصب في الموضوع، انت هتاخد فلوس مش هتدي فلوس وهتعمل مهمات واضحه وبسيطه، وفعلا في شركات اصلا متخصصه في المواضيع دي، الشركات اللي بيدفع لها فلوس عشان تجيب لايكات على الفيديوهات وتجيب فولوورز على الصفحات ويعملوا الحاجات دي، فده بالفعل بيزنس موجود. فالناس لما بتلاقي الكلام ده يقول لك يا عم يلا احنا مش خسرانين حاجه، وبالفعل الشاب عمل القصه دي، بدأوا يبعتوا له تاسكات يخش يعمل لايك على فيديوهات معينه وياخد فلوس. عمل اول لايك وصلت الخمسة رينجت، تاني لايك وصلت العشر رينجت، الدنيا حلوه وظريفه، حسابه البنكي اتبعت، بعتوا له الفلوس على حسابه البنكي والتاسك بقت حلوه، هو نام كده في اخر اليوم معاه 30 رينجت 40 رينجت، بقى مبسوط حاسس ان ايه شغلانه بسيطه وظريفه. تاني يوم نفس الكلام، فضل شغال كده معاهم بياخد وبيعمل بيعمل وبياخد فلوس مقابل. بيقول لي لحد ما بداوا يكلموه عن حاجه اسمها بري بيد تاسكس، يعني حاجه اسمها مهام مسبقه الدفع، وقالوا له ان ده نوع من انواع الاستثمار، انت هتدينا مبلغ صغير خالص والمبلغ ده احنا نستثمره ونرجع لك المبلغ تاني. فطبعا ناس كتير هتقول لك ايه لو هم قالوا له هات 100 رينجت مثلا، هو كسب منهم 60 رينجت او حتى ممكن يكون كسب ال 100 رينجت منهم، فقال لك يا عم حتى لو هم نصابين من الفلوس انا واخدها منهم كده كده ادي الفلوس. وده بالظبط اللي بيلعب عليه النصاب. فبيعمل ايه؟ راحوا طبعا قال لهم خلاص انا معاكم، هات 100 رينجت، دفع ال 100 رينجت، راحوا مرجعين له كام؟ 120 رينجت، انبسط هو الثقه ايه؟ عماله هو الخيط. بعد كده هات 200 رينجت، دفع ال 200 رينجت خد 300 رينجت، وفضلت الموضوع يمشي بالطريقه دي، يفضلوا يدوله وياخدوا يدوله وياخدوا لحد ما كون مبلغ وبدا يثق فيهم اكتر، فطلبوا منه يديهم 5000 رينجت فاداهم الفلوس. فضل الموضوع يمشي بالشكل دوت لحد ما وصل ان هو دفع لهم 16000 رينجت. في الاخر قالوا له ايه؟ قالوا له 16000 رينجت عشان تحصل عليهم لازم توصلهم ل 20000، تدفع 4000 رينجت تانيين عشان يوصل مبلغ ال 20000 رينجت. وبالفعل الشاب عمل القصه دي ان خلاص هو بقى واثق فيهم تماما، اداهم الفلوس دي وبعد كده هو بخ اختفوا، لا بيردوا على رسائل
ولا عرف يوصل لهم، ولا طبعا هو كان دور على الشركه ويدور على اسم الشركه اللي هم راسلوه دي، تلاقي الدنيا مفيش اي حاجه ولا يعرف عنهم حاجه ولا ليهم بروفايل ولا اي حاجه، هو مجرد اسم كده حاطينه وخلاص. تيجي تراجع المواضيع كده وتشوف، هو طبعا اكتشف انه اتنصب عليه لما عمل الحركه دي. راح بقى يسال، يعني بعد ما دفع ال 4000 رنجت وكمل 20000 رنجت بدا يسال، ودي برضو من المصايب اللي بتحصل دايما، ان الناس بتسال بعد خراب ملطه. فراح يسال فالناس كلها قالت له يا جماعه ده 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 ممكن يكون نصب ولا بتاع، راجع البنك. فطبعا البنك اتصل بيه لما لقى سحب المبلغ ده، يعني مبلغ كبير زي دوت اتسحب، فبدا البنك يتصل بيه. وده بيحصل هنا في ماليزيا، لما مبالغ كتيره كبيره تتحرك فوق ال 10000 رنجت بيبتدي البنك يعرف انت بتعمل بيهم ايه. فاتصل بالبنك فقال لهم لا ده تحويل فلوس مش عارف ايه للدراسه ولا الكذا وبتاع. المهم الموضوع في الاخر ايه، خلص، وهو راح عمل محضر في الشرطه، والشرطه قالوا له ده نصبايا اللي حصلت لك دي ومش هنعرف نرجع الفلوس، لكن خدوا منه شويه بيانات وبتاع ومشي. واغلق الموضوع على هذا الشكل. القصه دي يا جماعه قصه للاسف مؤسفه وبتحصل كتير جدا وفي كل مكان. اساسها ايه بقى؟ اساسها الاستدراج. الشركه اللي بعتت له دي هي بعتت لي 50000 مره قبل كده وانا ولا مره رديت عليهم، لان الرقم اللي بيبعت لك اصلا رقم برازيلي ويقول لك جوب ستريت. طب انت ممكن تكون اصلا هنا شغال طالب او شغال في محل او في اي حاجه ولا عمرك سجلت في الموقع ده، ما سالتش نفسك هم جابوا رقمك منين؟ طيب هما بيجيبوا الارقام بالمناسبه من التسريبات اللي بتحصل، يعني كتير قوي بنسمع في الشركات زي مثلا مره حصل في كريم الكلام ده، ومره حصل في اوبر، يقول لك تم تسريب 100000 بيان للعملاء الخاصين مثلا بتطبيق كريم، حصل عمليه قرصنه خدوا البيانات دي. انت فاكر البيانات دي بياخدوها بيعملوا بيها ايه؟ اكيد مش بيحولوها لورق يلفوا فيه طعميه ويحطوا فيه سندوتشات زي ما بيحصل في عربيات الاكل عندنا في مصر. لكن اللي بيحصل ان البيانات دي بتتاخد بتتباع لناس بتشتغل في الحاجات دي، الناس اللي بيعملوا قرصنه على المحتوى والحاجات دي. فبيعملوا ايه؟ بياخدوا الكلام ده ويبتدوا يبيعوه للشركات ويستثمروه في حاجات زي دي، يجيب بياناتك وممكن يبقى عارف اسمك بعد كده وبعض البيانات عنك، وعايز يستكمل بس شويه بيانات تانية زي ما بيحصل في الموضوع اللي حكى عنه كريم واللي حكى عنه احمد ابو زيد، يستكمل بعض البيانات التانية اللي ناقصه عشان يقدر يعمل اكسس على الحساب البنكي بتاعك او بياناتك على الموقع او الفيزا او ما الى ذلك. فده اللي بيحصل. فرقم برازيلي بعت لك يعني البرازيل اللي جاي ماليزيا ما سألش نفسه السؤال ده. النقطة الثانية انه بعد ما بيطلب منك المهام بيكلمك عن موضوع الاستثمار، ايه نوع الاستثمار اللي بيستثمر فيه؟ وهنا دي نقطة غاية في الأهمية، وانا شايفها سبحان الله في كتير جدا من حالات النصب بتبقى المشكلة ان المسلمين ما بيدوروش على الحلال والحرام في اللي بيعملوه. هي دي والله اكتر المواقف اللي بشوف الناس بيتنصب عليهم فيها، ما بيفكرش يسأل ده حلال ولا حرام. يعني مثلا الشركة دي بتطلب من الناس يعملوا ايه؟ يعملوا لايكات على كليبات واغاني وبنات عريانة وحاجات حرام، يعني الحاجات كلها في الاخر حرام. انت ما رايح بتعمل لايك، انت بتساهم في نشر الغلط ده. يعني حتى لو فرضنا ان دي تاسك فعلا وانك بتاخد فلوس وانك بتقبض يا عم من الشركه وكل حاجه ماشيه حلاوه، في الاخر ده تصرف حرام، انت بتساهم في تسويد او تكثير حاجه حرام الناس تشوفها. اللايكات دي عشان تخلي الفيديو يطلع ترند. طب افترض واحد بيعمل حاجه غلط ولا واحده بترتكب حاجه محرمه في فيديو وانت بتساهم الفيديو ده يطلع ترند، فدوت في ميزان سيئاتك. فهو ما بيدورش على النقطه دي. الحاجه الثانيه ما بيدوروش، بيقولوا استثمار. طب هيستثمر في ايه يا عم؟ افترض يعني هيستثمر في ضفادع مشويه وانت ما ينفعش تاكل الضفادع، يعني اي حاجه هيستثمر فيها هي غلط، انت ما تعرفش الكلام دوت. طب انت مش المفروض تبحث الاول هو هيستثمر فيه؟ هل هيستثمر في حاجات حلال في حاجات حرام؟ الناس ما بتسالش، والسؤال ده ممكن ينجيك من قرف وجع دماغ كتير جدا. انك تساله تكتشف من اجابته هو فعلا الراجل ده صادق ولا لا، ولا دي شركه اصلا ولا مش شركه. والحاجه الثالثه البحث عن الشركات. كتير جدا من الاسماء اللي بيستخدموها ديت مش موجوده، لا ليها بروفايل على لينكد ان ولا ليها موقع ولا ليها اي حاجه. وفي النهايه لما حصل الموقف دوت والقصه دي لقيت الشركة دي بتراسلني تاني رحت مسميها المحتالة وبدأت أتكلم معاهم واخد ودي وتقول لي العروض وهنديكوا فلوس، نفس الكلام اللي الولد كان بيقول عليه. في الآخر طلبت منهم بس يبعتوا لي لينك البروفايل بتاعهم. راحت البنت راحت بعتها لي كده قالت لي ار نوت اليجيبل، انت مش مؤهل، احنا عايزين واحد مغفل. فراحت قالت لي انت مش اليجيبل، مش هنديك التاسك. طبعا انا مسكتهم بستفتهم واتريقت عليهم وقعدت اعمل وبتاع والكلام ده، لكن بتكلم ان هي بتدور على الناس اللي مش هتسال، مش هتدور، الناس اللي عيني هتجري ورا بريق الامل، الناس اللي هتجري تقول لك فلوس فلوس فلوس. فهم بيعملوا القصه دي، يقعدوا زي بالظبط بالظبط يرموا فتافيت 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 لحد ما يحطوك عند القفص، هوب يقفل القفص تضيع انت. ده بالنسبه للموقف اللي حصل هنا. وبالمناسبه ده منتشر مش في ماليزيا بس، منتشر في ماليزيا وفي مصر وهتلاقيه في دول عربيه، وبدا ينتشر لان دي طريقه تكنيك جديد بيضحكوا بيه على الناس. طيب ازاي نعرف الحاجات النصب؟ اول حاجه لازم تعرف ان هذه الحياه ليست لطيفه وان مفيش حاجه بتيجي بالسهوله كده، مفيش حاجه بالذات في الزمن اللي احنا فيه دوت. كل قرش الواحد بياخده وبيطلعه فعلا بيتعب عليه جدا جدا عشان يجيبه، حتى القرش الحرام ليه طريقه استغفر الله العظيم يعني عشان تجيبه في الاخر. فكره ان حد يديك فلوس كده في الهواء بدون اي داعي بدون اي سبب ويديك ارباح مهوله، لازم تعرف ان هو يا اما شغال في السلاح والمخدرات يا اما شغال في تجاره الاعضاء، يا شغال في حاجه يعني محرمه تماما عشان يقدر يحصل ماكينه فلوس بالطريقه دي.
يعني ما مش منطقي انك تكسب مكاسب مهوله بافعال بسيطه جدا ممكن كل الناس تعملها. هو دلوقتي اللي بيشتغل شغلانه بتكسبه فلوس كويسه قوي لازم تعتمد على ايه؟ تعتمد على انه عنده حاجه فريده، هو موهوب موهبه مختلفه. انما ايه اللي يخلي واحد يدي فلوس لناس كتيره جدا في تاسكات عاديه خالص، يعني تاسكات تفريغ، تاسكات مش عارف كذا، يعني الناس انا اعرف حاجات دي، انا اشتغلت في بروجكتس قبل كده مشاريع زي دي، كنت انا بعمل التصميم بتاعها او اليو اكس بتاعها والحاجات دي. ففي في شركات بتعمل كده، بتجيب ناس مثلا عندها 10,000 فاتوره المحل عايز يحولها لملف اكسل، بتجيب ناس قبل الاي اي، يعني بتجيب ناس تديهم الفواتير وتديهم على الفاتوره 5 سنت، فتلاقي مثلا عمل 1000 فاتوره خد مبلغ صغير جدا في الاخر. لكن لما واحد هيعمل لايك يدوس لايك بس ياخد 5 رينجت او 10 رينجت اللي هو ما يوازي 2 دولار مثلا او 2 دولار ونص، فده كلام مش منطقي. فلازم دايما تقيس الموضوع ده، ان ايه لما حد يطمعك اعرف دايما ان هو هيسرقك. دايما يقولوا كده ايه اللي خلاك يعني الحرامي، ايه اللي خلاك حرامي؟ قال لك لقيت واحد طماع. هي بتمشي كده، فالحرامي دايما بيدور على الطماع عشان يعرف يمشي القصه اللي هو عملها دي. فاول حاجه تخليك دايما اي شغلانه هنا بقى في ماليزيا في مصر في اي حته تشك، هو انك انت يتقال لك مبلغ كبير قدام مهمه تافهه جدا، على طول كده تحسس مسدسك زي ما بيقولوا. دي اول نقطه. تاني نقطه البحث وراء الشركات. الست اول ما قلت لها اديني البروفايل بتاع الشركه بتاعتكم الكلام ده، طلع ما فيش بروفايل للشركه وهم سداح مداح، فرحت قالت لي انت مش هينفع وبتاع، انت هتقعد تقرفنا، وسابتني. فالطبيعي ان اي شركه بتعمل مهام وعندها موظفين وبتدفع فلوس وتحول والكلام ده، ده الطبيعي ان يكون عندها بروفايل على لينكد ان او عندها بروفايل موقع وعندها اسم موجود على السوشيال ميديا. دلوقتي السوشيال ميديا لازم الشركات بيبقى عندها اكونتات عليها، حتى لو شركه ناشئه بتهتم ان هي تعمل اكونت، حتى الشركه ليها اكونت هتخش ورا الاكونت وتشوف في اصلا ناس في اكتيفيتيز حاصله، في بوستات بتنزل، في اي حاجه. لازم تتاكد ان في حياه في الشركه، مش واحد عامل صفحه هو الكوفاوندر بتاعها اللي موجود واتنين صحابه عاملين لايك ويقول لك اصل دي الشركه. لا، ما تخلوش الناس تضحك عليكم بالحاجات دي. وانا عارف ان في ناس بعيد عنها الكلام دوت او ما تاخدش بالها منه، لكن بقوله لكم من باب انكم يعني تكونوا حذرين جدا في الحاجات دي. انا اكتشفت ان انا فاتح الزرار كده وشكلي مش لطيف، ولكن هقفله وهكمل الفيديو، مش هرجع اقول الكلام ده كله تاني. طيب، والحاجة التالتة والأخيرة هو أنكم دايما قبل ما تعملوا حاجة تسألوا. أنا دي وجهة نظري يعني، والله أعلم، إن محدش يقبل على حاجة هو مش فاهمها من غير ما يسأل. اوعى تفتكر، لأن أنا آسف أقول لكم كده والله، بس أنا بشوف الكلام ده كتير بيجي لي في القناة، واتفرجوا على الفيديوهات اللي أنا عملتها عن النصب اللي بيجيبوا ناس يشتغلوا في ماليزيا وينصبوا عليهم. دايما الناس يا عيني لما بيجي لهم الشغلانة بيحس إن هي إيه، يعني كتكوت هيجري منه، عايز هو يحلق عليه لوحده، فما يقولش لأي حد. يحس انه لو قال لحد هتتاخد منه او هتضيع او هو هيعرفوا ان في ناس تانيه احسن منه. لازم تتاكد ان الرزق ده هيصيبك كالسهم في اي مكان انت واقف فيه، هو جاي لك انت بص راشق فيك. فبلاش قصه الخوف قوي ان انا اقول للناس وبتاع، اللي احسن يعرفوا ان الشركه دي موجوده فكلهم يبعتوا للشركه فالشركه هتعرف ان في طلب كتير فترخص السعر او تقول لي امشي. الكلام ده ما بيقولهولكش غير الشيطان، قول للشيطان امشي امشي. بلاش القصه دي، القصه دي موجوده وشفتها بشكل رهيب في معظم الناس. الخوف الشديد اللي ما رضاش يحكي لك، حتى الناس بتبعت لي ساعات تسالني بتقعد تداري على الكلام عشان خايفه ان انا اعرف مثلا، فلما اعرف اقول له ايه، اقول له الشغلانه دي منين وبتاع واروح ازحمه عليها. الموضوع مش كده، والنصابين بيستغلوا النقطه دي جدا جدا في الناس، بيستغل ان انت هتخاف ومش هتقول لحد، فهتفضل انت مجهل وهو هيزيد التجهيل ده، فانت مش هتعرف حاجه فيعرف ينصب عليك. اي حاجه تجيلك لازم تسال عليها، تستفسر، اكتب بوست على الفيسبوك، اسال الناس واعرف. والحمد لله الوعي بيزيد دلوقتي، ولكن المشكله في حالات النصب والاحتيالات الجديده اللي بتنتشر. ده بس كده اللي كنت عايز اقوله لكم، ما كنتش حابب ان انا اخش بالموضوع ده بعد العيد على طول، لكن ان شاء الله هنفرحكم بحلقه بينانج بعد شويه ان شاء الله كمان كام يوم. ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك، وشاركوا الفيديو ده يا ريت مع اكبر عدد من الناس، اكتر ناس تقدروا تشاركوه معاهم عشان ما حدش يتنصب عليه ويخسر فلوسه، لان والله الواحد لما بيشوف الناس بعد ما بتخسر فلوسها بيبقى الالم صعب جدا.